الحمد لله الذي جعل الصيام جنة وسبيلا ممهدا ميسرا إلى الجنة، ونصلي ونسلم على خير من صلى وصام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الكرام، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. هذه حقيقة من حقائق القرآنية التي لا ينبغي أن تغيب عن أذهاننا جميعا في كل وقت وحين. حقيقتك الدالة على حالك هي حقيقة الفقر، والفقر هو يمثل أرقى وأظهر صور العبودية لله سبحانه وتعالى. ربك جل جلاله يريدك أن تظهر الفقر له لا للفقراء الذين هم على شاكلتك. عبادة الافتقار عبادة خاصة بالله جل جلاله، وحقيقة الافتقار معشر الكرام إظهار الذل والمسكنة بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهي في الحقيقة إفراغ القلب من التعلق بالأغيار الذين هم سوى الله سبحانه وتعالى، وإقبال القلب بكليته على الله سبحانه وتعالى. هذه هي حقيقة الافتقار، ولسان حال القلب في إقباله على الله وإظهاره للافتقار لله سبحانه وتعالى، لسان حال القلب يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهو مع هذا يحذر أن يشمله قول الله سبحانه وتعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إياك أن يطغيك مالك أو قوتك أو جاهك أو سلطانك أو علمك، هذه نعم أنعم الله بها عليك، فإياك أن تحس بالاستغناء بها عن المنعم جل جلاله. أنت فقير مهما كان علمك، أنت فقير مهما كان جاهك، أنت فقير مهما كان سلطانك، أنت فقير مهما كانت قوتك. حقيقة الافتقار هي هذه، والتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يغرسها في قلوب الصحابة رضي الله عنهم ونحن معه. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصابه هم أو مكروم أو مكروه، إذا حزبه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. هذا الدعاء يظهر حال الافتقار. لما أصابنا هذا الوباء وعم العالم، أظهر للإنسانية جمعاء، أظهر لها فقرها وحاجتها إلى الله سبحانه وتعالى، حاجتها إلى الكريم جل جلاله، حاجتها إلى اللطيف لكي يلطف بنا. اجعلوا ألسنتكم معشر الأحبة الكرام، ونحن في كربنا هذا، اجعلوا ألسنتكم تلهج في كل وقت وحين بهذا الذكر وهذا الدعاء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.